بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير يا رب وبصحه. قبل رمضان الشغل اللي هعمله النهارده ده شغل وكورسات يا جماعه. طبعا استاذي فيه الشيف عبد الله غوش. غوش اسم عالمي، واخد ميداليه ذهبيه من فرنسا. هو قد ابني بس استاذي، تعلمت منه بصراحه الشغل دوت. اي نعم مش هوصل لمراحله، ولكن هحاول اوصل لكم المعلومه. العجينة اللي هي ديت اللي هنطلع منها الشغل اللي هتشوفوه كله، هسيب لكم اللينك كل عجينة تحت الصنف. عبارة عن نص كيلو دقيق، دي جميع استخدامات. عبارة عن 235 مية، يعني كوباية مية وربع مثلا. عبارة عن 35 جرام زبدة، يعني معلقتين زبدة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. 20 عسل، وهو عسل ممكن عسل نحل او عسل اللي هو بتاع كنافة، يعني في حدود معلقتين كبار. معلقة صغيرة ملح. 50 جرام سكر، يعني ربع كوباية من السكر. 12 جرام خميرة، يعني معلقة كبيرة من الخميرة. ضروري المية دي تكون باردة، اللي هي ساقعة قوي، عشان ما تصدمش العجينة والخميرة، ما تصدمش الخميرة اسف والخميرة تموت، ولا تكون سخنة فوق الستين عشان الخميرة ما تموتش. البيكري ليه اصوله، تعلمته من اساتذتي. الزبده بتاعت اللف لكل كيلو دقيق في الكرواسو او في العجينه ديت بياخد نص زبده. ده طبعا نص دقيق، فيبقى ده ربع زبده. بنعمله شيت بالشكل ده، بنفرده زبده نيوزيلندي، زبده في بلجيكي، في زبده تونسي، بنفرده بين كيسين ويبقى كده، ويبقى جامد شويه في التلاجة كده. مالناش دعوه بدي دلوقتي خالص خالص خالص، احنا هناخد المقادير بتاعتنا دي كلها واحده واحده اوريها لكم دلوقتي، ونبدا نعجنها عندنا. هنشيل دي دلوقتي كده، مالناش دعوه بيها خالص، وهنبدا نعجنها عجنه تكون مميزه، ونشوف مع بعض هنعمل ايه. ادي الدقيق، ادي الميه مش تكون دافية عشان الخميرة تشغل فيها. بس في الكرواسو بالذات انا مش عايز الخميرة الزبدة اللي انا بحطها تسيح. ادي الاكل بتاع الخميرة، السكر عشان تبقى العجينة فيها سكر. ادي العسل بيدي قوام للعجينة وبيقوي الجلوتين اللي فيها شوية. وادي الزبدة. ممكن اعجن الكلام ده على ايدي كويس قوي للسادة المبتدئين. هحط الكلام ده يتعجن كويس قوي، ونيجي نشوف مع بعض هنعمل ايه. العجينة هي تتعجنت، المفروض ان انا اسيبها تخمر في التلاجة عندي، ولكن انا هشتغل على طول، مفيش اي مشاكل خالص، هشتغل بيها على طول واوريكم. مطلوب مننا بس بنحط الزبدة اللي هي موجودة عندي دي. ادي الزبدة في العجينة، ونبرنطها بنطتين او الفرد اللي هقول لكم عليها بس. خلاص خلصت، ونشكل بقى اللي احنا عايزينه. سيبها ترتاح شويه وارجع لكم. العجينه عندي غطيتها شويه اهي، ارتاحت يا دوبك، وهنبدا نفرد بالدقيق كده. انا بحاول اوري لكم التصوير بس كده بقى الدنيا واضحه، وهنفردها مستطيل طويل كده عشان نحط جواه الزيت. العجينة قاسية شوية عشان كده لازم ترتاح. ادي المستطيل اهو، الموضوع اسهل منه مفيش، طالما التبريد كويس عندي خلاص. فردنا المستطيل بالشكل ده اللي حضراتكم شايفينه. ببتدي اجيب الزبدة اهي، واحطها بالشكل ده. ابتدي ان انا اقفل كده، وهفرد الكلام ده باقصى ما عندي بحيث ان الزبدة تجري في الموضوع ده في العجينة. مفيش مانع رشة دي كده صغيرة، عايز اوري لكم رشة دي عاملة ازاي. يعني الزبده طالما ساقعه مفيش اي مشاكل، لو هتشغلي بزبده نيوزيلندي قبل ما تعمليها شيت كده تعملي ايه؟ الله ينور عليك، تديها معلقتين دقيق الاول.
ادي كده اقصى ما عندي. اول لفة هي اهم لفة، وبين اللفتين هنحطها في التلاجة لو نص ساعة حتى. نظبط المستطيل كده عشان الزبدة تملى. شايفين خدت اقصى ما عندي اهو. هنبتدي نعمل ايه؟ ننفض دي كده بفرشة تكون ناعمة كده مش السيليكون، ونقوم جايبين كده على التلت. خلاص انا العجينة تعتبر خلصت وكده ساوي كده اهو تمام، واهو وكده. هناخد الكلام ده نغطيه بكيس او بستريتش ويخش عندي الفريزر لمدة ربع او نص ساعة او في التبريد ساعة. يلا بينا يلا بينا. العجينة عدت لها هي ربع ساعة بصراحة كده في الفريزر. هتاخد دقيق. هنعمل اخر بنط اللي انا عملته قبل كده هعمله تاني اهو. اقصى ما عندي اقصى ما عندي كمان طالما ارتاح ما عندي، او المهم الزبدة ما تخرجش من العجينة. وادي كده وكده. اهو شايفين الزبدة ما خرجتش ازاي؟ واهو كده العجينة خلصت جاهزة على الشغل وخلاص. الشغل اللي احنا بقى بصوا قد ايه المدى، واهو نفضي بقى الكلام ده كله. تخلي العجينه تقعد شويه في الثلاجه بقى عشان تبدا تشكل وتسيبها تخمر، تشكل وتسيبها تخمر، وتقوم داخله الفرن على درجه حراره 180 في كل الاصناف اللي هتطلع منها زي بقى كده. العجينه اهي قصاد حضراتكم خلصت. بالله عليكم صعبة؟ فيها حاجة؟ خمرت في ايدي؟ عجنة قصادكم هي هي ما فيهاش أي حاجة. حطيت المكونات فيها الزبدة فيها العسل فيها السكر الملح الخميرة، خدش بيض ولا لبن ولا كلام من ده. كمية المية المطلوبة ما تبقاش العجينة سايحة عشان ما تخرجش منها الزبدة. عجنت العجينة بتاعتنا كويس أوي، سبتها ترتاح أو المفروض إن أنا أسيبها تخمر. بعد كده خدت حطيت الزبده وفردت وخدت اول بنط اللي هي المجوز دي كده. شايفين اهو واهو واهو، وقمت فارت قفلتها كده دخلتها التلاجه. طلعت عملت نفس العمله مرتين خلاص. هي كده جاهزه، هي كده جاهزه للشغل. طب وورقها يا شيف محمود العجينه دي من جوه. ان شاء الله هوريها لكم اهي. بصوا كده شايفين التوريقه عامله ازاي اهي. بحطها في التلاجة في التبريد عندي، وببتدي بعد كده عشان اوريكم بس الدنيا عامله ايه هنا. ما نكترش في اللف عشان ما نحرقش الزبده. هدخل الكلام ده في التلاجة عندي، وبعد كده ابتدي اطلعه اشكله واخمره. هسيب لكم اللينك بتاع العجينه ديت في كل فيديو بعمله لكم للتشكيلات، وده بمثابه كورس. استاذنت استاذي عبد الله غوش على اساس ان انا اعمله، والراجل مشكورا خلق عالي قال لي اتفضل اعمله، وربنا يكرمكم ويجعلكم في العالي يا رب، والقاكم على خير يا رب. ولو عجبكم الفيديو بنعمل لايك وشير. قناه شيف محمود عطيه، سلام عليكم.